بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وكان الله بهم عليما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ صدق الله العظيم.